فكره المحل انه يكون الديزاين كانه حق بوتشر شوب، يعني محل جزار حق لحم ويبيع سنيكرز واكسسوارات وملابس الجينز بجميع انواع الجينزات. انا اتكلم على السكيني، اتكلم عن الباقي، اتكلم على الجينز الديسترس اللي يجي كده مقطع زي الصور هذه، كله ماشي معاها. بالنسبة للريسيل سعر ما بعد البيع انا اشوفه جدا ممتاز. باختصار حلقة اليوم على احلى شوز اير ماكس، وفي ناس تحطوا احلى 10 شوزات مدى الحياة. مرحبا، انا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. شوز اليوم هو الاير ماكس 90. شوز اليوم هو الاير ماكس 90 بيكن. الشوز نزل في 26 مارس 2021 في أمريكا بسعر $140 وما نزل هنا في السعودية. لو تلاحظوا التاريخ 26 مارس، هذا اسمه الاير ماكس داي. ايوه، مسوين يوم عالمي للاير ماكس زي يوم عيد الأب، عيد الأم، عيد شم النسيم. هذا يوريك انه الاير ماكس 90 البيكن شوز مرة مهم في عالم السنيكرز. الشوز ده ما أول مرة ينزل، نزل اير ماكس 90 بيكن في 2004 وسعر الريسيل سعر ما بعد البيع بين $500 ل$1000. الشوز ده هو كولابريشن، يعني تعاون بين نايكي ومحل في نيويورك اسمه ديفز كواليتي ميت. ديفز كواليتي ميت هو بوتيك في نيويورك وصاحبه اسمه ديف أورتيز. طبعا المحل قفل الان، ولكن فكرة المحل اكثر من جيدة، وهعرض عليكم بعض الصور هنا وهنا. وفكرة المحل انه يكون الديزاين كأنه حق بوتشر شوب، يعني محل جزار حق لحم ويبيع سنيكرز واكسسوارات وملابس. الشوز اسمه بيكن عشان البيكن، وبصراحة الوانه قريبة من الوان اللحمة. فكرة المحل انه صاحب المحل اتحدى اصحابه انه يسوي محل باسم غبي وفكرة غبية وينجح المحل، وفعلا هو فاز بالتحدي، سوى محل غبي او فكرة غبية انه محل لحمة ومحل بوتشر شوب وانه يكون محل يبيع حق سنيكرز، وفاز بالتحدي. وعلى فكرة نايكي هي اللي جاته عشان تعرض عليه انه يسوي معاهم كولابريشن، تعاون، مو هو راح لنايكي. وباي ذا واي قاعد يمطرهم كم شهر، وفي الاخير هو اللي وافق. بالنسبه للمقاس، نفس مقاسك العادي حق نايكي او مقاس الاير ماكس. وبالنسبه للناس اللي بتشتري اونلاين، انصحك انك تروح اي مكان، اتكلم هنا في السعوديه ولا اي مكان في العالم العربي، اغلب الاماكن عندها اير ماكس 90، روح قيس قبل ما تشتري اونلاين. بالنسبه للبوكس، من افخم بوكسات الاير ماكس 90. من فوق في علامه النايكي بالاسود، وهنا برضو في علامه النايكي، ومن هنا في علامه النايكي، ومن هنا في المقاس والسعر، والبوكس ينفك بطريقه السحب. بالنسبة للريسيل سعر ما بعد البيع انا اشوفه جدا ممتاز بصراحة. هو سعره $140، الريسيل اول ما نزلت كان عليها هايب وكان سعرها $180-$200، انا اخذتها بصراحة $200. الان سعرها مرة قريب من الريتيل، $145-$150-$160، بين هذا الرينج. صراحة سعر مرة جيد، الكواليتي اكتر من ممتاز. معيش البسها يا حمد بصراحة على كمية الصور اللي لقيتها وهوريكم هي. اول حاجة جوجرز لون بني غامق، طلعت مرة جبارة. جوجرز اسود مع تيشيرت اسود مونو زي الصوره دي، برضو طلعت مره حلوه. بس انا مره عجبتني صراحه البيكن مع جوجرز لون بيج زي الصوره دي، جباره. تاني شيء مع شورتات، شورت زيتي مع تيشيرت بينك مره جيده الستايل ده، شورت بيج مع تيشيرت احمر مع شراب بينك، انا مره عجبني ده الستايل. برضو عندك شورت بيج مع قميص احمر برضو حلو، اي شورت مع تيشيرت بينك يطلع مره حلو زي الصورتين دي. وفي الاخير هذه الصورة، شورت أحمر مع تيشيرت بينك، رغم الألوان دي الكثير اللي داخلة في بعض، الستايل مرة حلو ومرة عجبني. ثالث شيء بانس عادي زي الصورتين دي، مرة جيد. رابع شيء تشينو، سواء كان كلاسيك ولا سكيني، برضو ممتاز. خامس شيء الكارغو بانس، كل الصور دي اللي قاعد أعرض عليكم عن الكارغو بانس كلها ماشية معاها الألوان، سواء كان اللون البني ولا الأسود ولا البيج، كلها ماشية مع الاير ماكس 90 البيكن. سادس حاجة الجينز، بجميع أنواع الجينزات، أنا أتكلم على السكيني، أتكلم عن الباقي، أتكلم على الجينز الديسترس اللي يجي كده مقطع زي الصور هذه، كله ماشي معاها. سابع حاجة، أنا شوف صور مرة كتير ناس كتير لابسينها مع الكامو بانس زي الصور هذه اللي قاعد أعرض عليكم. أنا بصراحة ما عجبني الستايل مرة، بس أنا شايف إنه ماشي مع الشوز، يعني حتى الكامو ستايل اللي هو صعب في اللبس ماشي مع الشوز. آخر حاجة، أنا شفت ناس كتير لابسينها مع البنطلون اللي لونه زيتي، أنا ما توقعت إن اللون الزيتي يمشي مع الاير ماكس 90 البيكن.
وبرضه كمان في الاخير زي الصوره هذه انا شفت واحد لابسها مع اللون ده وبرضه طلع شكلها مره حلو. رايي في الشوز 5 أشياء إيجابية تقريبا انا قلتها في حلقه الاير ماكس 90 الدينم، يا ريت اللي ما شاف الحلقه يروح يشوفها. تقريبا هذه 5 الأشياء موجوده برضه في الاير ماكس 90 البيكن. اول حاجه كواليتي، جوده مره عاليه. ثاني شيء كولابريشن، شراكه بين نايكي وشركه ثانيه. ثالث حاجه الريسيل، سعر ما بعد البيع يعتبر مره ممتاز، قريب من الريتيل. خامس حاجه لوحدك، ما حد لابس زيك كثير، ما حد يعرف كثير عن الاير ماكس 90، اتكلم انا هنا في السعوديه. خامس شيء ويربل، تقدر تلبسها مع كذا شيء، شفتوا قد ايش وريتكم كميه الملابس اللي اتلبست معاها. 5 أشياء إيجابية، ماني شايف ولا شيء سلبي، يعني حتى اكسترا ليس معطينك رباط زياده هتشوف في التوب ريفيو. الشوز ده يا جماعه ولا غلطه. كم تعطي هذا الشوز يا حمد من 10؟ والله بصراحه انا اعطيه 8.5 من 10، 8.5. ابى اعطيه 9، السبب الوحيد اللي مو مخليني اعطيه 9 انه في شوزات ثانيه تاخذ 9، ولا الشوز ده يستاهل 9 بالراحه، يعني اي حد ثاني غيري ممكن اعطيه 9 9.5، انا حاطيه 8.5 ل9 من 10. طيب يا جماعه، هذا شكل الشوز من التوب. انا بالعني خليت البوكس، ان البوكس مره فخم. فاكرين الحلقه حقت الاير ماكس 90 الانفريد، البوكس كان يعتبر عادي. فاكرين برضو الحلقه حقت الدينم، برضو البوكس يعتبر عادي. هذا البوكس صراحه مره جيد. خلينا افك الشوز اوريكم من الداخل. افتح الشوز، هذا شكل البيكن، واو صراحه واو. انا اطلع البوكس الثاني واطلع هذه برضو، هذا شكل البيكن من التوب. وهذه جابوها برضو لما فاكرين الحلقه حقت الاير ماكس 90 الانفريد، هذه زي السبورتر تتحط جوه الشوز من الانسول. خليني اقول لكم الماتيريال صراحه، يعني انا سويت ريفيو لشوزات مره كثير صراحه، هذا واحد من اكثر الشوزات اللي شايف فيه كواليتي، يعني عمري ما شفته، ما شفت جوده في شوز ثاني. يعني الماتيريال اللي هنا هذا السويد، وهذا زي الشموا، وهنا جلد، وهنا جلد ثاني، وبرضه هنا الجلد اللي هنا مره فخم، ما يصير له كريسز. شوفوا من جوا هنا بطن بالجلد مو بالقماش، من جوا طبعا في علامه النايكي الاير، والاسفنجي هذا التانك جدا ممتاز ومريح. من الداخل هنا في المقاس، من الخلف هنا في علامه النايكي اير، شوفوا كيف البني مع البينك صراحه مره فخم. اسفل الشوز الاوتسول كله باللون البني، مره مره فخم الشوز. ومن افخم الاشياء كمان الليس، الرباط يجي مع الرباط البيج هذا، وكواليتي مره عالي. وبرضو يجي معاه رباط احمر، ويجي معاه كمان رباط بينك، يعني شوف الاوبشن اللي حاطين لك هي. برضو من الداخل هنا خليني اوريكم كيف شكل الاوتسول، مره فخم يا جماعه. التانج موجوده فيه علامه النايكي بالبني والاحمر، صراحه الالوان مع الكواليتي مع الاشياء اللي حاطين لك هي، واحد من اكثر الشوزات الجيده، ومن اكثر الشوزات الوان متناسقه، ومن اكثر الشوزات كواليتي. هذا شكل البيكن من التوب. يلا تعالوا نشوفها كيف اللبس. في النهاية يا جماعة أتمنى يكون عجبكم الريفيو، أتمنى يكون عجبكم الشوز. قولونا إيش رأيكم في الشوز، إيش رأيكم في اللون، إيش رأيكم في فكرة صاحب المحل وكيف أتحدى أصحابه. ياريت اللي وصل لدى البارت من الحلقة وما سوى لايك، بليز سوى لايك أدعمنا، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات عشان يجيك الجديد، سوي فولو صفحة الإنستغرام،
اللي يبغى يعرف معلومات عن الشوز وبدا يعرف عني برا اليوتيوب هذا سنابي. او في الاخير شير تيك كير. His name and made that shit dope. And he was like, And he was like, well, what is that name? And I was like, what if I opened a store and called it Dave's Quality Meat? And I said, what if I opened a store and I designed it to look like a butcher shop, but it wasn't a butcher shop, and I packaged all the stuff in there to look like meat, and I created the first concept store. And he was like, I'll take that bet. And we bet a dollar. And he was like, and it was literally the wackest name. And I bought the refrigerator, and that refrigerator was such a fucking pain because it had to be a specific size.